خش في الموضوع على طول. يعني احنا خطبنا سعيد لفاطمة واتكلمنا في كل تفاصيل الفرح، بس في حاجة مهمة ما كلمناش فيها. حاجة ايه؟ يعني سعيد لما هيتجوز هيقعد فين يا متولي؟ مطرح ما يحب، في الحتة اللي تريح. لا يعني هيقعد هنا ولا بره؟ يقعد هنا فين يا أمينة؟ معايا في شقتي. الواد لازم ياخد شقة كبيرة، بكرة هيخلف عيال كتير إن شاء الله. وماله إن شاء الله، شقتي واسعة. أنت عاوزه يسكن بره؟ سعيد يبعد عني يا متولي؟ دي سنة الحياة يا أمينة، ربنا خلقها كده، نخلف ونربي ونكبر ونجوزهم وساعتها كل واحد يتشغل بحياته. لا أنا سعيد مش هينشغل عني، ينشغل عن أمه؟ معقولة؟ لا لو صمم يقعد بره بعد إذنك يعني أنا هروح معاه. جرى إيه يا أمينة؟ أنت ناسية إنك على عصمة راجل ولا إيه؟ ومن إمتى بتخرجي من غير إذن؟ والله يا غريبة، وكمان عايزة تسيب البيت وتروحي تقعدي مع ابنك؟ دي حاجة تجنن. أنا كل شوية بتأكد لي إن أنا كنت على حق لما نفذتوا فيكوا حد ربنا وهجرتكوا في المضاجع، والظاهر ههجركوا على طول وأنت أولهم. يا راجل يا راجل، ده أنا جاية أستنجد بيك، تهجرني في المضاجع وتقلب المواجع؟ حرام عليك يا متولي، أنت مش حاسس بالنار اللي أنا فيها؟ سعيد لو بعد عني أنا هيفضل لمين؟ خلاص بس أنا حاسس بيك يا أمينة. طب قولي لي إيه اللي في إيدي وأنا أعملهولي؟ اغصب عليه يقعد معايا. ما أقدرش. ليه يا أخويا؟ ما أنت أبوه وكلمتك ماشية علينا، وإحنا بنقدر نقول لك تلت التلاتة كام؟ الواد ده أنا ظلمته قبل كده، ما أقدرش أظلمه تاني. هتظلمه لما يقعد مع أمه؟ طب أنت سألتيه؟ أيوه. وقال إيه؟ قال اللي يشوف ابويا. يا سلام يا سلام، ونعمة التربية، يا ريت بقيت اخواته يطلعوا زيه. هيطلعوا. قلت ايه؟ عشان خاطرك هبني له دور هنا فوق العمارة. بس ربنا يستر بقى وركبة تستحمل، كل يوم اطلع له خامس دور. هتستحمل والله، ده انت لسه شباب. انت خايف من الحسد؟ ايه اشمعنى دلوقتي بقيت شباب؟ يعني عشان حققت لك غرضك والواد هيفضل جنبك؟ ربنا بيحرمني منك يا متولي، هو في زي قلبك؟ انا قلب ابيض مش زيكوا، قلبك اسود. يا راجل يا راجل، انت لسه زعلان؟ ودي حاجه تتنسي يا امينه؟ ده انت كلها كام شهر وهتبقى جد، عايز تفرج جواز ايه اللي انت عاوز تتجوزه يا امينه؟ لو ولاد ولادي اتجوزوا وخلفوا هفضل شباب، هفضل شباب على طول على راي الست ام كلثوم. مش قصدك انت. عشان يبقى فرحنا احنا الاثنين في ليله واحده. ايوه وتروقونا بقى. فشر يروقونا؟ ده ايه يا واد؟ ده ابوك حكم على سعيد يقعد هو وبطه معانا هنا في البيت. نعم هنا في الشقه؟ لا يا حبيبي، هيبني لهم شقه فوق. طب وانا يا ماما؟ يا دي الوكس عليك يا بنت، انت يا اختي ملهوف على ايه؟ مش تستني لما يجي لك عدلك؟ اهي دي بقى اللي هيجي لها عدلها من بره وتتجوز بره البيت. يا ريت كان عندي ابن تاني، والله يا سعديه كنت جوزته لك. طب احنا بقى لغايه دلوقتي ما عرفناش ميعاد الفرح امتى. حاجه غريبه، وانت عايزه تعرفي ميعاد الفرح ليه؟ يلا عايزين نفرح بيك انت كمان. ايوه صحيح يا واد مكرم، انت مش ناوي ولا ايه يا ابني؟ معقوله برضو يا عم شوقي؟ مش اما اخلص كليه الاول؟ ياه ده انت صوتك كتير قوي قبل ما تخلص الكليه. يعني هو كان يعمل بالكليه ايه؟ هيفتح محل افوكاتو؟ مكتب يا عم شوقي، اسمه مكتب. يا سيدي مكتب ولا محل، اهو كل واحد. وما فيش اكتر من محلات ابوك، انت بس نشن على محل فيهم ورستق فيه. وينشن ليه يا صباح؟ ما محل امه موجود ومن حقه. انهي محل ده يا عم شوقي؟ محل المانيفاتوره اللي في الموسكي. يالا بالك لو خدته امسكولك انا بقى وادورولك. انت ناس يا ابني ان دي شغلتي الاصليه؟ كنت انا وابوك احسن بياعين قماش ومانيفاتوره. وانا بقى والبت مهجه نيجي نشتري من عندك. معقوله يا تنت صباح؟ ده المحل اكيد يعني هيبقى بتاعكم. تسلم لي يا حبيبي، ده انت كلك ذوق، انت اكيد طالع لامك الست نعمه الله. يا سلام، هو في حد زيها؟ انت تعرف ماما يا عم شوقي؟ ايه اللي اعرفها؟ ده محلها كان اكبر محل مانيفاتوره في الموسكي، وصيته ضارب في كل حته. يا واد بالك امك كانت تقعد كده في المحل ولا اجدعها راجل، لحد ابوك بقى ما جه يا سيدي وشال الجمل بما حمل. بس انا برضو بابا ساعتها كان تاجر كبير. الا تاجر كبير يا مكرم؟ هو في حد يا ابني يعرف يتاجر زي ابوك؟ سألنا انا، ابوك ده يعرف ياخد حقه من بق الاسد. بس اوعى تتعلم من ابوك وتاخد طبعه وتبقى عينك زايغه على الستات. انا
انا برضو يا طنط صباح. انت بتبص لي كده ليه؟ انت نمت يا حبيبي؟ لا يا ماما لسه صاحي. طب كويس، عايزة كده اقول لك كلمتين. نعمة الله كانت بتسأل هتنزل امتى انت وفاطمة تختاروا عفشكم. وانا لازم انزل؟ طبعا يا حبيبي، مش بيتك، مين اللي هيختاروا غيرك؟ انت وعروستك كده تنزلوا وتختاروا دوت ولا دوت. انا مشغول يا ماما كل يوم لغاية الساعة 9. لا دي مش حجة، ابوك كان قاعد واحنا بنتكلم وقال حسين موجود وهيخلي باله من كل حاجة. انزلي انت يا ماما وانا موافقة على تختاري من دلوقتي. الله، وانت ما تنزلش وتختار بنفسك ليه؟ انا ما اعرفش اختار. ابنك ليه سايق العوج من اولها يا امينه؟ جرايه فرعه، وانت مش عارفه سعيد بيحب شغله وبيخاف يتعطل. وليه يا اختي ما خافش على شغله لما راح درس من ورا الحاج؟ نعمه اقفلي على السيره دي دلوقتي. اعمل ايه يا اخويا؟ ما هو جه لحد بنتي وعمل فيها قناطه، شغله اولى ولا عروسته يا حاج؟ ما حدش قال كده، الراجل بيقول تروح وتختار اللي هي عاوزاه. امينه معاها حق. يعني كلامنا اللي مايا مش كده؟ جرى ايه؟ الواد بيحب شغله مش عايز يعطله، وبعدين ما تنسيش اما هيتجوز هياخد اجازه اسبوع. اسبوع؟ اسبوع يا متولي، بدل ما تقول اسبوعين ثلاثه. حسره عليا انا ما كملتش معاك 10 ايام. لا قولي حسره عليا انا اللي ما عسلتش خالص. جايين تدبوا على حالكم دلوقتي وده وقته؟ خلاص انا ما ضربتش اي واحده فيكم على ايدها. اه كل شيء كان بالمعروف. معروف ومصالح عليا. خد يا اختي اديله، خدي اتفضل. بقول لك ايه يا حاج، بحبح ايدك على عيال شويه يا متولي. وانا حرمهم من حاجه يا نعمه؟ جرى ايه؟ الفرح هعمل احسن فرح، بنتك تنزل تختار العفش اللي عايزاه وهدفع، عايز ايه اكتر من كده؟ هو حد يا اخويا فينا اتكلم على الفلوس؟ الشهاده لله، انت يا حاج مش مخلي ولا واحده فينا محتاجه حاجه. احنا نغمض عينينا ونفتحها نلاقي كل اللي بنطلبه قصادنا. صدقه يا اختي، وقبل ما نفتح عينينا هو في كرم الحاج؟ ده حتى في جوازاته مدوبهم ثلاثة. بطلوا شغل المطيباتية ده وهاتهم الآخر. عشان خاطر يا حاج والنبي خلي شهر العسل أسبوعين. إن شاء الله ياخدوا سنة، وأنا قلت لأ، بس على الله هم يقدروا يكملوا أسبوع. بقول لك إيه يا متولي، ما تيجي أنا وأنت نكمل الأسبوع التاني؟ ألو؟ لا سعيد مش موجود، خرج. مين عايزه؟ حاضر حاضر، أول ما يرجع هنقوله. مع السلامة. أول مرة واحدة تسأل على سعيد، متعودين الكل يسأل على الحاج. ربنا يستر. مفيش حاجة، اخص عليك يا متولي، انت بقيت بخيل ولا ايه؟ انا على فكرة قعدتنا هنا مجروحة، واللي داخل واللي خارج شايفنا. الله، انت ايه خايف؟ خايف عليكي؟ لا ما تخافش عليا، انا قلبي جامد قوي. برضو ما يصحش يعني المحل هنا محل اكل عيش ويهمني سمعته. يا سلام، هو يعني انا بقى اللي هسوق سمعة المحل؟ لا ما اقصدش، بس ما بيقعدش هنا غير الزباين. امال انا ايه؟ انت ما يعلم بك غير ربنا. لا اخص عليك متولي، انا مخمصاك خالص بصراحه. اشمعنى يعني سعيد ابنك ما بيعملش زيك كده؟ بيعامل الناس اللي بيحبهم برقه وبلطف وبحنان، وما بيقولش زيك كده سمعه المحل. بس الواد سعيد ده على نياته. ده انت الظاهر ما تعرفوش كويس. انا اعرف الناس كلها، عايزاني ما اعرفش ابني.
طب انت عارف دلوقتي هو واقع مع مين لشوشته؟ واقع لشوشته؟ مع مين؟ قوليلي. مع مروة صاحبتي. الله، ما انت بتضحك. ومن قلبي يا شيخه، قولي كلام غير ده. الله، ما انت مش مصدق بقى. وانت الصادقه، البت هي اللي وقع في دباديب. انت عرفت؟ لو ما عرفتش مبقاش الحاج متولي سعيد. طب وانت ايه رايك بقى في الموضوع ده؟ رايي ان نقبها طلع على شونة. ليه؟ اصلا انا عازمكم يوم الخميس اللي جاي. فين؟ في فرح سعيد. انت ما دريتيش. الحمد لله على السلامه، قلقتني عليك. الله يسلمك. انت كنت فين؟ كنت بتمشى. احنا مش اتفقنا يوم اجازتك تاخد خطيبتك وتقعدوا في مكان هادي؟ يا ماما بكره نخرج ونقعد مع بعض كتير. طب سعيد، في واحده اتصلت بيك. مين دي؟ بتقول اسمها مروه، زميلتك في الكليه. سعيد، مين مروه دي؟ زي ما قالت لك، كانت زميلتي في الكليه. ايوه بس ما تكلمنيش كده. انا ذنبي ايه؟ انت متضايق مني انا ليه؟ مش انت اللي وافقت تتجوز فاطمه؟ يا رب اقف معايا بقى، انا ماليش ذنب في الحكايه دي. انتي هتفضلي كده كتير ولا ايه؟ انا كنت متاكده ان حظي وحش. يا حبيبتي انتي مش حظك وحش ولا حاجه يا مروه، انتي بس ما عرفتيش تقنعي بنفسك. اقنعه؟ اقنعه بايه بس يا ألفت؟ هو انا لحقت؟ اذا كانت سميره ما اقنعتهوش بنفسها، اقنعه انا. ياه، امال ليه بقى سميره بتقول ان هي اللي رفضته مش هو؟ يا سلام، وانتي كنت عايزاها تقول انه اوام سابها وشاف واحده تانية؟ بس ده ما خدش وقت طويل يا ألفت، ده على طول خطب وهيتجوز. هو يا حبيبتي سعيد ده طول عمري اقول عليه انه مش ساذج ولا طيب زي ما انتوا فاكرين كده. لا، ده تاجر يا بنتي، وتاجر ابن تاجر شاطر قوي. ده مفيش مره رحت فيها المحل الا ما بلاقيه بيشغل زحمه كده يا مروه. معاكي حق، انا المرتين اللي كنت عنده فيهم كان المحل مليان زباين. هو ده بقى التاجر الشاطر، يمسك البضاعه دي ويمسك البضاعه دي. هو عمل كده بقى مع سميره، فضل معاها لحد ما لقى عروسه احسن منها ادها سكه. طب قوليلي يا ألفت، انت عرفتي هو هيتجوز مين؟ دي بنت مرات ابوه. ويا ترى بقى غنيه قوي كده فوق ما تتصوروا. قد ايه بقى كده؟ وانت بقى ايه اللي دخلك في الموضوع ده يا ست مره؟ ابدا يا طنط، انا كل حكايه زعلانه على سمير. تزعلي ليه اذا كنت انا مش زعلانه؟ هما خلاص حددوا ميعاد الفرح الخميس. ايوه يا طنط، ده الحاج بنفسه هو اللي قال لي وعزمني كمان. عزمك؟ انت بتشوفي الحاج؟ انا لا، ده انا شفته صدفه. صدفه؟ انت مكسوفه تقولي لماما الحقيقه ولا ايه؟ حقيقه ايه بقى يا ست سميره؟ اصل ألفت عايز تتجوز الحاج متولي. وهو وافق؟ هي لسه بتحاول. نعم، ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا سمير؟ هي ايه الحكايه بالظبط بقى؟ عايز اعرف، هما اللي اختشوا ماتوا ولا ايه؟ ايه حكايتكم؟ داخلين بيتنا تخطفوا الرجاله بتوعنا وبتقول عليهم صحابك؟ تليهم هما الاثنين اللي ضيعوا الجوازتين من ايدينا. اتفضلي يا حبيبتي منك ليها، مع السلامه. مش عايزه حد فيكم يعتب البيت ده تاني. بره. يا سلام، ومين بقى قال لك ان احنا هنعتب البيت ده تاني؟ على فكره بقى، البيت ده بكره مش هيبقى من مستوانا. ولا مستوانا يا حبيبتي انت منك. يلا ليه؟ يلا انت كمان يا ساتانه مشاري على مهلك. يلا يا حبيبتي، بلا مستواك ومش مستواك. بالسلامة. ساتر يا رب، هتكون قرف. الصحاب قال دول حقارب.
خيوط الشمس لا بجبلك عطور الخيل كنوز الجن ومال الإنس وما وعدتك من جوم الليل لا ترحم خيوط الشمس لا بجبلك عطور الخيل كنوز الجن ومال الإنس أنا زلمي عقد الحال مملكتي القوف موال أنا زلمي عهد الحال مملكتي القوف موال ومن شيرة عن جد وبس يتخانقوا مع بعض وهي عماله تقول له ادي الافراح ولا بلاش مش انا اللي اتجوزتيني سكيتي الله 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 يعني كانوا قاعدين ينقوا على فرح الواد يا سلام هو ده بس اللي همك وما اللي يهمني فرح الاراجوز بتاعك الله وبعدين على راي المثل بعد امي واختي انا ماليش قرايب وانا سبق حذرتك منه وقلت لك ده راجل مش مظبوط ايوه يا ماما متولي ما كانش موافق على الجوازه دي من الاول ايوه بس انا حبيته اشربي بقى اشربي ما دام حبيتيه بعد ما قشطتك اندار على غيرك تلاقيه فاكر البيت حلتها قرشين ولا حته ارض رسم عليها الرسمه لحد ما وقعت بعدين انا مش فاهم واحده زي ميرفت تجوز المسخوط ده ليه اكيد هي كمان فاكره تحت القبه شيخ جيت للحق متولي ماما غلطانه انا ما كنتش عايزه اشغله من الاول في المكتب لولا انك قلحتي عليا يا ماما تصور انه فاهم الموظفين في المكتب عندي ان هو اللي بيصرف علينا وكمان بيفسحنا ابن كان هيخليني اغلط عارفه لو شفته تاني هركبه فوق حمار خلف خلاف واخلي العيال تمشي ورا تقول من ده بكره بقرشين انت هتفضلوا تتكلموا مع بعض وسايبيني انا اتفرق قولي الاول انا هعمل ايه في المصيبه دي هتعملي ايه يعني بكره متولي يروح له ويطلب منه يطلقني لا يطلقني لا انا بحب يا متولي يطلقها هي مش بقول لك امك مخها فوت ما نبنا منها غير انها بوظت فرح الواد جاتكوا داهيه فيكوا كلكوا متولي انت رايح فين تعال رايح في 60 داهية رايح هتخبط طب ما تنام هنا اسهل حتى لو ناوي انام هنا بعد عمايل امك مش عايز انام طب تعالى بس احكي لك على حاجه اسمعني متولي ابك كده ابك هو ما بينامش عندك ليه يا رب يا رب يهنيهم ويرزقهم بالخلف الصالح بس انا برضه مش هيهدالي بال الا ما اجوز البنت سعديه قول يا رب انتوا كنتوا فين كنا بنطمن على فاطمه وسعيد لازم تكتموا على نفسهم ليله دخلتهم لا يا حاج هو احنا يا اخويا من العدوين ما اقصدش يا نعمه بس المفروض تسيبوا الواد والبنت يقعدوا مع بعض على راحتهم اهو من بكره هياخد عروسته وينزلوا اسكندريه ابن الوز قال هينزل فين قال هينزل البحر يعني هينزل فين خليهم على راحتهم ينزلوا مطرح ما هو عايزين لا انا عايز ينزل في اللوكاندا اللي بنزل فيه انا في شهر العسل حاضر الا شهر العسل ده صحيح الا صحيح يا حاج قولي كل الستات اللي اتجوزتها خدتهم ورحتوا على اسكندريه الا انا هما كل الستات بحريه وانا يا اخويا اللي بريه هنعيدوا يا امينه هنعيدوا يعني ان شاء الله يجوا يومين فاضيين كده نطلع نغطس سوا هناك نغطس فين يقول لهم بس انا ابن الحاج متولي سعيد يا سلام هما لسه فاكرينك يعني اكيد فاكريني الحاج متولي سعيد ما يتنسيش يبقى اكيد كنت بتروح هناك من ورانا يا حاج لا انا بيني وبينكم شرع الله وشرع الله ده يا اخويا هيخليك كده مش على فوق كتير واهجروهن في المضاجع ما انت هجرت يا متولي ما انت هجرت يا راجل ايه مش بعتش هجر ولا الشوق لسه ما غلبكش يا حاج وقدرت تهجر يا بختك ايه يا نعمه ايه عايزه ايه انت مش كنت عايزه الواد يتجوز البنت اتجوزها خلاص عايزه ايه تاني عايزه يا اخويا حظي ونصيبي منك ما تيجي نتعشى مع بعض يا حاج ما كلناش حاجه في البوفيه عندك حق يا امينه دول هجموا على البوفيه زي ما يكونوا مفاجيه كانهم عمرهم ما شافوا الاكل في حياتهم انتوا عايزين الناس تدفع لقمه اللي كلوها عندنا امال احنا عاملين البوفيه ليه هنفضل نتكلم على السلم تعالى ده انا عامله لك الكوارع اللي بتحبها عشان ركبك لا يا اخويا اوعى لا يا حاج انا بقى هيشلك ديك روم ومحاشي يستاهلوا بقك يا اخويا تعالى عندنا لا تعالى عندنا انا بس هنقرب سيبوا
كل انتوا بالهنا والشفا. انا هطلع انام، انا متهيألي هنام اسبوع بحالي. طبعا يا اخويا، هو انت رقصت شويه؟ بقول لك ايه، من البيت مقصوفه الرقبه دي اللي كانت مش على قفه دراعك. عيب يا نعمه، الحاج بيرقص مع مقصوفه رقبه؟ دي كانت رقبتها قد كده. ايوه يا امينه. انا مش عرفني، فرح كان مليان بنات وكان كلهم عايزين يرقصوا معايا انا. ايوه يا عم، حاج متولي جاكسون. طيب يا امينه، تصبحوا على خير. تصبح على واحدة ونص. شفت يا اختي الراجل؟ هو كده دايما لما بيزنق يهرب. ربنا بقى يسد نفسه عن الحريم. انت بتقولي ايه؟ التانيين مش احنا، حسب ديلي. بقولك ايه يا امينه، ما تعرفيش يا اختي البنت دي اسمها ايه؟ هتكون مين يعني؟ بنت الخطيئه تكون زي ما تكون بقى. يلا ما تضيعيش فرحتنا. الف مبروك، يلا تصبح على خير. انت من اهلي. اتغطي كويس. مالك قاعد كده ليه؟ مش هتدخل تنام؟ لا مش جالي نوم. معقولة؟ لغاية دلوقتي؟ طب ده أنا دماغي بتلف من قبل ما ندخل البيت. أنت ما قلت ليش إيه رأيك في فرحنا؟ كويس. كويس؟ كويس ده إيه؟ قول روعة، قول جنان. ده أنا هموت واتفرج عليه في شريط الفيديو. اللي قولي صحيح، الراجل قالك هيخلص الشريط امتى؟ ما سألتوش. انت عارف يا سعيد، الناس عجبهم قوي فستان فرح، وخصوصا خصوصا الشابو، كانت فكرة جنان جنان، احسن من الطرحة مليون الف مرة. اللي احنا بكرة هنسافر الساعة كم صحيح؟ اول ما نصحى من النوم. طب ايه رأيك يا سعيد، ما بلاش فكرة اسكندرية دي خالص. يا ريت. بجد والنبي؟ خلاص اتصل بماما دلوقتي اقول لها بدل ما نطلع اسكندريه نطلع على باريس. لا 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 خلاص، لا لا لا، اسكندريه احسن بكتير. ما تخافش يا حبيبي، انا عارفه ان انت ما بتعرفش فرنساوي، بس انا هبقى معاك. مش ده السبب. قصدك يعني على فلوس؟ انا متاكده ان عمي الحاج مش ممكن هيقول حاجه، واذا قال انا عزمك. عزماني ده ايه وانا ما عنديش فلوس؟ انا عندي فلوس تلفها فكر العالم ده كله. الله يا سعيد، الله يا ما نفسي ألف معاك العالم ده كله ونجيب حاجات من كل بلاد في الدنيا. أنا ما عنديش وقت للكلام ده. ليه بقى؟ وراك إيه غيري؟ عندي شغل. هو مش عامل حاج إداك أجازة؟ أنا أضرب مصلحتي من الحاج. بعدين أنت من هنا وراح لازم تسمعي كلامي، لما أقول اسكندرية تبقى اسكندرية. خلاص خلاص، أمرك يا سي سعيد. يا بنت أمور المياه عادي. قلبي خبي لا يبان عليا ويشوف حبيبي دموع عيني. ده حتى بابي ومامي جايبيني عريس من شباب اليومين دول تافه كده وملوش شخصية ومش عاجبني خالص، وقال ايه بقى لازم اتجوز. مش عارفة ليه ساعتها افتكرتك انت يا حاج. الله استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. الواحد يوم يتوضى احسن. بسم الله الرحمن الرحيم، اشهد ان لا اله الا الله. ايه
نعم استاذ. الاستاذه ميرفت جت؟ لا يا فندم. الاستاذ ايمن موجود؟ ايوه يا فندم. روح له بسرعه قول له مدام متيحه عاوزاك. حاضر يا فندم. كده برضو يا ايمن؟ يعني انت كنت عارف انهم متجوزين مش كده؟ ده كان مجرد تخمين. يعني ايه مجرد تخمين؟ يعني ما كنتش متاكد. امال ايه اللي خلاك تخمن؟ كانت دايما بتكلمني على زاهر، خصوصا لما عرفت ان هو ورث في سويسرا، وانا شفتها اكتر من مره وهي راكبه معاه العربيه، وبعد كده خدوا اجازه هما الاثنين. وليه ما قلتليش الكلام ده؟ ليه؟ أولا لأن أنا كنت عارف إن أنت ملاحظة الحاجات دي، وثانيا أنا لما أشوف حاجة وأعرف أي حاجة ما أقولش عليها، خصوصا إذا كانت ما تخصنيش. ليه؟ هما دول مش زمايلك؟ وأنا من حقي هنا كمسؤولة في المكتب أعرف كل صغيرة وكبيرة؟ مدام مديحة، أنا قلت لحضرتك قبل كده دي حاجات خاصة ملهاش علاقة بالشغل، لكن أنا لو شفت حد بيسرق أو بيرتشي حاجة أقول لك على طول، لأن ده انحراف. لكن اللي عملته ميرفت مع زاهر ده تصرف طبيعي، اتنين اتجوزوا على سنة الله ورسوله، ايه الغلط في كده؟ انت عارف كويس قوي ايه الغلط في كده. دي بقى مسؤوليتهم هما ومسؤوليتك انت كمان. انت عارف كويس قوي ان اللي اسمه زاهر ده متجوز والدتي، وبعدين يا سيدي ده احنا زمايل قبل ما اكون مديرة مكتب. زي ما انت متألمة دلوقتي انا متألمة اكتر منك. ميرفت بالنسبة لي دي كانت اكتر من زميلة. مدام زي ما بتقول كده كان اولى انك تنصحها. اللي زي ميرفت دي ما ينفعش معاها النصيحه. ومع ذلك كنت بتحبها. الحب ده اقوى مننا. صعب جدا ان احنا نحب بني ادم علشان كويس، وما نحبوش عشان هو بني ادم مش كويس. امال ليه سموه الحب؟ الحب يا مدام مديحه ما بيفرقش بين غني وفقير او كويس وحش. الحب حبه وبس. أنا مش عارفة أعمل إيه. ليه يا ميرفت تعملي فيا كده؟ ليه تحطيني في الموقف ده؟ ألو، أيا ميت، أيا حبيبي، أنا بجري في النادي. وتجري ليه؟ امشي واحدة واحدة، دول بيقولوا العجلة من الشيطان. عايزة تخسي؟ ليه؟ ده أنت كده تمام التمام. تعجبيني؟ طب أقولك حاجة؟ أنت طول الليل بطلة أحلامي. حلوة بطلة أحلامي دي؟ أفلام مين اللي أتعلم منها؟ ده كلام طالع من القلب وما تقالش لحد غيرك وحياتك أنت. لا أنا رايح الشغل. عايزة حاجة؟ جعانة قوي قوي يا ميت. في حتة مكان تحفة عايز اتغدى فيه انا وانت النهارده. طيب اخلص رياضه بتاعتي، واول ما اخلص واخد دش شاور هكلمك على طول. يلا حبيبي باي. هنفضل عايشين كده بقى حاطين ايدنا على خدنا؟ مش ننسى اللي فات شويه ونشوف حالنا. حالنا ايه ده اللي هنشوفه يا ماما؟ يا بنتي انت من ساعه ما نجحتي وانت قاعده الاعدادي انت حتى الشغل ما فكرتيش فيه. فكرت ولسه بفكر. طب ما فيش داعي بقى انك تفكري ولا تشغلي بالك. خالك عبد العزيز لقالك وظيفه كويسه. ومين قالك ان انا عايزه اتوظف؟ اها، امال انت كنت بتتعلمي العلام ده كله ليه؟ انا هعمل مشروع خاص بيا. بلا مشروع بلا كلام فارغ، خدي براينا مره في حياتك. يا ماما لو سمحتي دي حياتي وانا اللي مسؤوله عنها. يعني ايه نسيبك عشان تغرقي تاني؟ مش كفايه الغرقه الاولانيه دي؟ مش غرقه دي تجربه وعدت. تجربه؟ ده انت بتسمي كل اللي حصل ده تجربه وعدت. انا لو منك اتكسف. ده انت مضيعه من ايدك عريسين كل واحد فيهم مليونير. طب وايه يعني؟ هي كل حاجه عندكم توزنوها بالفلوس؟
طب اسكتي بقى اسكتي، احسن انا مبقوقه منك. المره دي بقى مين اللي خطفت منك الواد؟ حته بنت لا راحت ولا جت. انت فاكره ان فاطمه دي انتصرت عليا يا ماما؟ بالعكس، دي اتجوزت واحد ما بيحبهاش لانه بيحبني انا. طب لما هو ما بيحبهاش زي ما بتقول، اتجوزها ليه؟ اتجوزها بسبب القهر والاذعان. الايه يا اختي؟ ايوه ماما، ده تاريخ طويل وليه ضحايا كتير قوي. يخطبوا البنت للولد من وهم لسه صغيرين، ولازم يجوزوهم لما يكبروا عشان فلوس العيله ما تروحش بره والنسب ما يطلعش للغرب. اسلوب تفكير راسمالي. ايوه، هتقولي بقى الكلام اللي ملوش معنى ده. يا ماما الكلام ده طول عمره ليه معنى، بس المشكله ان مفيش حد بيفكر فيه، وعلشان كده كل يوم الضحايا اللي زي فاطمه وسعيد بيكتروا، وفاطمه لازم تتجوز سعيد مع ان سعيد ما بيحبهاش. انت عارفه سعيد ما رضيش يتجوزك لما عرف ان ابوه عايز يتجوزك. لكن انت بقى لو كنت اتخطبتي لسعيد من الاول ما كانش الحاج فكر فيك. الحاج مش هو اللي فكر فيا، فلوسه هي اللي فكرت فيا. فلوسه افتكرتني سلعه ممكن يشتريها، ومش انا وبس، اللي زي الحاج ده عمره ما هيشبع ابدا. بس انا اللي صعبان عليا بجد هو سعيد، اتظلم وهو كمان ظلم نفسه. لا يا ماما قاعدين هبلاش، ما هو احنا يا على البحر يا في الاوتيل نتفسح. فسح ايه حصل؟ سعيد ما بيحبش الفسح، بيحب يقعد يبحلق كده في البحر. بصراحه يا ماما انا زهقت قوي بقى وعايزه ارجع. لا مش قادره، خلاص مش قادره استحمل. حاضر يا ماما، حاضر يا ماما، علشان خاطرك انتي بس حاضر. باي باي يا حبيبتي. لا اله الا الله. ايه يا سعيد هتفضل قاعد تحت الشمسية كده كتير؟ ما تقوم معايا. روح فين؟ البحر بينادي عليك، تعال نشوف عاوز مننا ايه. بس انا معيش مايوم. طب ومال؟ خلينا نروح كده، يلا بلاش كسل. لو اعرف كنت جبت معايا مايوم. سعيد، سعيد انت بتكلم نفسك؟ ايه ده، بدل ما تتكلم معايا قاعد بتكلم نفسك؟ انا يظهر نمت وانا قاعد. نمت وانت قاعد؟ طب قوم قوم نام فوق، الحصانه خلاص زهقت. شفتي يا امينه؟ شفتي عمايل ابنك بقى ياخد البت في شهر العسل بدل ما يخرجها ويهنيها ويفسحها ينكد عليها بالشكل ده ليه يا اختي؟ عشان ايه ده كله؟ زي ما يكون احنا اللي جرينا وراه وغصبناه عشان يتجوز البت. لا لا يا امينه، ابوه يجي هنا دلوقتي حالا ويشوف كمان صرفه معاه. طب خدي اهدي وروقي، قولي لي هي فاطمه قالت لك حاجه؟ يا اختي يا اختي، علقته لي فاطمه وقال ايه الكلام معاها بيطلع يا اختي من تحت درسه. ليه فاكر متجوز جاريه؟ ده متجوز بنت الحاج شاهين اللي كان اكبر تاجر مانيفاتوره في مصر كلها. بقول لك ايه، خلي ابنك يا اختي يعقل ويشوف هو متجوز مين. انا ابني عاقل يا حبيبتي، بس دي مش طريقه تفاهم. بالراحه بالراحه يا حبيبتي. من ساعه البت ما كلمتني في التليفون وانا جوايا نار بتغلي، هاين عليا اركب العربيه وشدها من ايديها. ما تبطلي جنان بقى، ما تبطلي الجنان اللي انت فيه. انا هفهمك، الواد معتبرها زي اخته. ليه؟ عشان متربيين مع بعض، مكسوف منها، هيب الموقف، عشان كده كتم في نفسه وساكت. والعمل يا امينه؟ نسيبهم بالراحه على ما ياخدوا على بعض. طب اسالي كده، في ناس بتقعد بالسنين. انا اصلي اتجننت، قلت يمكن الواد ملوش غرض في البت ولا حاجه. ملوش غرض يعني ايه؟ هو انا وانتي ولا ابوه غصبنا عليه؟ ده هو اللي جه وقال انا عاوز اتجوز فاطمه. انا طبعا كان منايا ومنعين، بس انا ما بحبش اغصب على حد. لا يا اختي، كله الا الغصب. وبعدين هتغصبي عليه ليه؟ هي فاطمه بنتي كانت بايره ولا كانت بايره؟ طب انتي عارفه الواد بندق ابن عمها كان هيوج عليها، كان هيبص تراب رجلي عشان اجوزه البيت. بندق ده مين؟
بندق ده تقشروه وتقزقزوه مش تجوزوه، دول داخلين على طمع. ايش جابه هو لسعيد ابني حبيبي؟ يا امينه يا بخت سعيد بيكي فعلا. طب انت عارفه لو امه كانت عايشه ما كانتش هتحب الحب ده كله. سعيد طيب وابن حلال وربنا بيحبه. عارفه بيحبه ليه؟ عشان عوضه بيكي يا امينه. بقول لك ايه، مش هنكلم متولي؟ ليه؟ ما تسيب ابوه في حاله، انت مالك ومال متولي؟ برضو ابوه اهو يوعيه. انا وانتي ما بنعرفش نتكلم في المواضيع دي، لكن متولي ها سيد العارفين في المواضيع دي بالذات. اقعدي بقى كبري في الموضوع لغايه ما يفرقع في وشك. بكره هيبقوا زي السمنه على العسل، واللي داخل بينهم خارج. نكلم متولي ليه؟ ناقصين بهدله؟ مش عايزين نسمع منه كلمه كده ولا كده؟ لما اشوف